مرض السمنة هو مرض العصر. لو بصينا حوالينا هنلاقي جيراننا واصحابنا وقرايبنا في اغلبهم يعني بيشتكي من مرض السمنة. ده غير بقى الاضرار النفسية والاضرار العضوية اللي ممكن يبقى فيها مرضى سكر على قلب على ضغط على ركب بتوجع على ظهر بيوجع على ارتفاع في الضغط حاجات كتير جدا. واكبر مشكلة ممكن تقابل الستات ايه هي؟ انها تكون خارجة عزومة وجاية تلبس الفستان او لبسها تلاقي ضيق عليها، ممكن تلغي العزومة خالص وتقعد في البيت. وعشان نعيش حياتنا بشكل صحي وبدون امراض خلونا نعرف ازاي مع ضيف فقرتنا النهاردة دكتور احمد عبد الله استشاري علاج السمنة وعضو الجمعية الاوروبية للتغذية الاكلينيكية والسمنة وعضو الجمعية الاوروبية لطب القلب الوقائي واعادة التأهيل. اهلا بيك يا دكتور. أهلا منورني. ربنا يخليك ده نورك. انا مبسوط جدا انا معاك النهارده بجد. ميرسي يا دكتور. سعيد جدا جدا ان جمهور كبير ونقدر نوصل رسالتنا بشكل اسهل ان شاء الله. ميرسي يا دكتور، دي مشكلتنا كلنا الصراحه. طبعا السمنه طبعا دي طبعا طبعا عامله مشكله كبيره. ايه بقى اسباب السمنه وايه موضوع السمنه ده؟ كلمنا شويه عنه الصراحه. بصي، هو الفكره كلها ان كنا احنا في فتره من الفترات عايشين في فكره احنا مليانين واحنا وزننا زايد، وبعدين بنرمي الاحمال بقى على اي حاجه. اصلا كان يعني اكتر كلمه تسمعيها من اي حد يقول لك اصل الحرق عندي ضعيف يا دكتور، والحرق عنده ضعيف كانه هو من كوكب تاني، يعني كان الناس من كوكب وهو من كوكب. مش حرق، مش عندك، مش ضعيف ولا حاجه، انت اكلت كتير. السمنه هي زياده الوزن عن الحد الطبيعي بما لا يتناسب مع سنك ولا طولك. حصلت ازاي السمنه؟ مخزن الطاقه في الجسم هو الدهون. فلنفرض مثلا ان جسم محتاج 1500 سعر حراري في اليوم، فبياخد بقاله فتره طويله 2500 سعر حراري. قول 5000 يا دكتور. قولي 5000 بالظبط. ومحاشي والاكل بتاعنا ما فيش احسن من ده، حقيقي فعلا. الباقي ده كله بيتراكم، الجسم هياخد اللي يحتاجه، اللي هيحتاجه هياخده، والباقي هيوديه فين؟ ما بيتخلصش منه الجسم. فبيركنه جوه جسمك في صوره دهون او خلايا دهنيه زياده. واتفر الاكل منين؟ ممكن حد يجي يقول لك ده انا باكل طول اليوم فاكهه بس. ده انا يا دكتور انا مش باكل، انا مش باكل اكل تقيل، ده انا طول الوقت باكل فاكهه كتير. طيب هياخد من الفاكهه اللي هو محتاجه والباقي هيحوله كله في صوره دهون. فبالتالي زياده الوزن حصلت نتيجه زياده الاكل عن الحد الطبيعي، وبالتالي حصل تراكم للدهون وزياده الميزان عن الحد الطبيعي. هو في عندنا حاجه برضو ممكن في عدم الحرق، وحضرتك اكيد بتعمل التحاليل بتاعت الغده الدرقيه. أكيد أكيد او حد بياخد كورتيزون. أكيد. فطبعا ده كله حاجات دول ممكن نستبعدهم. دول بنستبعدهم. احنا في البدايه خالص لازم نستبعد اي اسباب مرضيه. واللي هم برضو انا عايز اكد لك ان هم قليلين. يعني فكره مشاكل الغده الدرقيه وزياده افراز الكورتيزون او اي مشكله من دي بتبقى قليله. ده انا عايز اكبر لك الكلام ده، حتى اللي عنده عامل وراثي. يعني في اسر بتلاقيها عندها عامل وراثي للسمنه، كلهم عندهم سمنه. احنا نقدر نقلل العامل الوراثي ده. يعني ايه الفرق ما بين اتنين عندهم عامل وراثي للسمنه او اهاليهم مليانين، واحد بيتخن واحد ما بيتخنش؟ اللي ما بيتخنش عارف كويس ان عنده عامل وراثي، فواخد باله من اكله وشربه وبينظم اكله، والتاني مكبر دماغه فبيظهر العامل الوراثي ده. فبالتالي هو كمان مش فكره كميات الاكل بس، احنا لازم نفهم ازاي ناكل اصلا. يعني ازاي ناكل وازاي نحرق الاكل اللي احنا بناكله. احنا في ناس كتير جدا بيشغلهم الشغل بتاعهم والوقت بتاعهم وبينشغلوا في الشغل، فضلوا قاعدين على كرسي بياكلش الا مره واحده في اليوم. لا، الاكل ده ليه نظام، ازاي تاكل الصبح، ازاي تفطر، ازاي تحفز جسمك بوجبات خفيفه طول اليوم عشان تنيك جسمك يظل عنده قدره على التمثيل الغذائي. ولازم برضه شويه رياضه ماشي. ولازم رياضه. الرياضه الحقيقه بتساهم، الرياضه ليها دور كبير جدا جدا في الصحه، لكن في النهايه الرياضه دورها في انقاص الوزن يتعدى 5-6%. اللي بيلعب رياضه بيبقى شكله حلو وجسمه الدوره الدمويه بتاعته شغاله كويس جدا وفي حمايه من الضغط والسكر وممشوق القوام. ولكن انقاص الوزن، الناس اللي عندها وزن زياده انقاص الوزن لازم يعتمد بنسبه 92% على اكله وعلى تنظيم اكله. طيب نيجي نتكلم بقى، نقول في ناس بتقول لك انا مش عارفه اعمل ده. حلو. انا عايزه اعمل رجيم لكن انا جعانه، ببقى عايزه افتح الثلاجه كلها بالظبط، يعني مش عارفين يعملوا ايه. كمان قلتي حاجه في المقدمه، كمان الستات اللي بتبقى في عزومه تتهيئي المود بتاعها بايظ، وممكن بتخرج تلاقيهم بيتخانقوا في المول مع بعض، يعني مجرد ما تخش المحل ما تلاقيش اللبس بتاعها يحصل مشكله. لا ده ممكن تلغي الخروج. ممكن تلغي الخروج يعني خالص. نفسي انا وانا جاي خارجه وعايز البس فستانين ثلاثه معينين ومش عارفه تلبسيهم خلاص، وداقوا عليا كوسانت طيب، ما حدش يقف جنبك، ما حدش يقف قصادك في الوادي ده، انتهى الموضوع. بالظبط. طبعا هو الفكره كلها فكره اراده زي ما انا قلت لك، عشان
احنا قعدنا فتره بنحسس او الناس بتشعر ان الدايت او النظام الغذائي هو سر من الاسرار وكل واحد يمتلك السر الالهي اللي محدش مش موجود عند حد فان عشان الناس تخس. الحقيقه انت لما تكون عندك زياده في الوزن احنا اتفقنا ان زياده الوزن نتيجه زياده الاكل، لما اكلت زياده اتراكمت دهون زياده. مفيش نزول بالوزن من غير انقاص كميات الاكل. عشان نكون متفقين طبعا مفيش بقى دايت الشوكولاته ودايت الميه ودايت المش عارف ايه. حته شوكولاته ينفع لا ولا ينفع إيه؟ طبعا لا ده انا بكلمك على دايت فصيله الدم ودايت في اسماء كده تلاقي اسم دايت معين ويعمل شغل كبير وكده. لازم تقلل كميات الاكل. الكيميكال دايت احنا قعدنا فتره طويله على الكيميكال دايت والدايتس دي كلها وفي النهايه الناس بتزيد في الوزن تاني بشكل اكبر بكتير من ايه الحل يا دكتور؟ الحل هو التحكم في الشهيه. لازم تتحكم في شهيتك، لازم تقلل كميات الاكل بتاعتك. زي ما انا قلت لك لو انا محتاج 2000 سعر حراري يبقى لازم اخد 1500، ال 1500 دول هيخلوني اكل اقل من احتياجاتي فيبقى اتبقى 500 جسمي ياخدهم من المخزون اللي عندي فيبتدي يحرق من الدهون. طيب الناس ما بتقدرش تعمل كده. في ناس بتشتغل يا دكتور من الصبح لبالليل بالزبط. يعني في ناس مثلا البنوك بيشتغلوا من الساعه 9 الصبح او 8 الصبح بيروحوا بدهم ساعات الساعه 7 8 بالليل حلو ويقوم واكل وجبه واحده. احنا عندنا دي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان انت طول اليوم حارم جسمك من الاكل، الجسم مش هيبدا يحرق. بمجرد ما بتديله اكله واحده الاكله دي بالكامل ما تحرقش منها جرام. فكلها متراكم دهون. طب هنتحكم ازاي في شهيتهم؟ هنا الالياف الطبيعيه من ضمن الحاجات اللي ساهمت الى حد كبير في حل المشكله دي، في حل الشهيه. الالياف الطبيعيه دي حاجه لطيفه جدا، عباره عن الياف غذائيه تعتبر اول الياف فعلا حقيقيه. احنا عشنا فتره ان يكون في رده ويكون في حاجات من دي، لا الفايبرز ربنا خلقها ما فيهاش سعرات حراريه. دي كويسه في الهضم متهيألي كمان. جدا جدا جدا. انت حتى لما يقول لك كلي الفاكهه عشان فيها الياف عشان الهضم وكده. الالياف ليها قدره كبيره على امتصاص الميه فتكون مركب صلب او مركب ما يتحركش من المعده. انت كنت عايزه تعملي حاجه. واحنا بنحس بالشبع ازاي؟ احنا بنحس بالشبع عن طريق الاكل ينزل المعده يملح. المعده يحصل فيها تمدد توصل رساله شبع للمخ ان في اكل فخلاص الانسان يشبع. لو احنا حطينا حاجه جوه المعده، انت عارفه فكره بالون المعده هي قريبه من فكره بالون المعده شويه. لو حطينا حاجه جوه المعده تقعد مده معينه. واحنا الفيديو معانا على الشاشه اهو. ده الفيديو انا بحب دايما اوضح للساده المشاهدين هو ايه بالظبط. احنا هنمثل الكوبايتين دول كانهم معدتين. في الكوبايه اللي على الشمال دي فيها طبقه زيتيه فوق، والكوبايه اللي على اليمين هي فيها ميه بس. احنا عاوزين نوضح لك ازاي الالياف بتكون مركب صلب جوه المعده. المركب الصلب ده ليه قدره على الاستمرار جوه المعده بدون نزول لمده 10 15 ساعه. بس ده ما ياذيش القولون يا دكتور، ما ياذيش القلب ضغط. بالعكس ده الياف طبيعيه. ده انا جاي لك في فكره ان احنا بنستخدمه لكله، يعني احنا ما فيش مشكله بالنسبه لنا للمرضى الضغط ولا يعمل امساك ولا يعمل ده بيعالج الامساك وهشرح لك ازاي. هنا الالياف وانت بتقلبيها بتبقى لزجه بتنيكي تقلبي، حتى وانت بتقلبي بتزداد المقاومه، تلاقي ايدك نفسها في مقاومه تقلت معاكي. ليه؟ لان احنا مش عاوزين نعمل حاجه تنزل في المعده وتنزل وخلاص. ما هي لو ميه او سائل هينزل. انت هتشوفي دلوقتي حتى واحنا بنقلب الكوبايه المعلقه نفسها ما بتقعش، لذلك هو خلاص كون مركب صلب وقف جوه المعده. يقعد 10 15 ساعه زي ما انت شايفه كده بالظبط. ما نزلش. هو جوه المعده هيعمل نفس الفكره وهيتشكل حسب شكل المعده. قد ايه يا دكتور بيقعد؟ بيقعد من 10 15 ساعه. انت بعد ما بتاكليها زي ما انت شايفه كده بتقومي واخده وراها كوبايتين ميه للناس اللي عاوزاها. طعمها ايه يا دكتور؟ طعمها في طعم القرفه فلطيف يعني مستساغ ما فيهوش مشكله. الكوبايه الثانيه فيها طبقه زيتيه الالياف بتنزل فوقيها بتقوم شاربه الزيت ومغلفاه او محوطه عليه وتبدا تنزل. لو احنا قلنا دي المعده فالنزول اللي انت شايفاه ده نزول على امعاء ثم الاخراج بدون امتصاص. يبقى انت قدرت تكوني مركب يقعد جوه المعده لمده كافيه من 10 ل 15 ساعه فشعور بالاشباع. الناس اللي عندها نهم للاكل، الناس اللي بتقول عليهم بيرجعوا اخر اليوم بالليل ياكلوا وجبه واحده، ده كله انت قدرت تتحكمي فيه. وفي ناس غاويه التلفزيون بالليل والاكل بالظبط. يعني في ناس تقول لك انا ما اكلش طول النهار كويس واكل بالليل واجي بالليل يدبوها. ما هم هيتفرجوا على حضرتك بقى في التلفزيون وهياكلوا هياخدها طبيعي يعني. انا الظهر الحمد لله بعد الظهر. لا بالظبط في المسلسلات وكده انت نجمه عظيمه يعني. ميرسي ربنا يخليك. فبقول لحضرتك هي دي الفكره. هي الفكره ان احنا لما حطينا الالياف فقفلنا المعده فما خلاص انت ما انتش حاسس بشعور بالجوع. انت مشكلتك كلها في الدايت اغلب الناس الجوع زي ما انت قلتي. هو مشكلته تقول له 3 معالق رز 4 معالق مكرونه ربع رغيف ما هوش قادر يتحكم في ده. فانا لما بملى المعده بخلي ربع المعده بس اللي موجود
فبالتالي انت بمجرد ما بتحط اي حاجة بسيطة خلاص بتشعر بالاشباع. طيب يا دكتور حاجة، في اي حد ممنوع ياخدها؟ يعني اي مرض حتى اللي بترضع مثلا عند الحقيقة بنديها المرضعات لان دي الياف طبيعية مستخلصة من الياف غذائية، فيهاش اي كيميكالز، فيهاش اي كيميكالز، فيهاش اي حاجة. حتى احنا قعدنا فترة تناسب مين؟ تناسب كله بقى، الاطفال من اول 6 سنين لحد وانت طالعة لاكبر الاعمار مفيش اي مشكلة. حتى لما جينا احنا قعدنا فترة طويلة جدا من الفترات ما احناش قادرين ندي حاجة لكبار السن، للناس اللي عندها ضغط وسكر، الناس اللي عندهم ضغط وسكر دول مشكلة، انت ما تقدريش تديهم اي حاجة. هي بقى فيهاش سكر؟ يعني لا 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 لا, لا, لا سيف تماما، ما فيهاش اي مشكلة. هي وظيفتها حتى كمان مع الناس مرضى السكر ايه؟ الناس لما بتاخد انسولين وبتاخد راس بيشعروا بالجوع، بيجي لهم شعور بالجوع. فانت لما بتحط الالياف، الالياف بتخلي الاكل يمتص ببطء لان انت خلاص مليتي التجويف بتاع المعده، فمرور الاكل ماشي ببطء، فبالتالي امتصاص الاكل امتصاص بطيء، فبالتالي هو عنده حاله من الاشباع موجوده طول الوقت لان امتصاص الاكل بتاعه ببطء. بس هيقدر ياكل بس بسيط، هيقدر ياكل بس بسيط وهيقدر ياكل بشكل منتظم، فبالتالي الشعور بالاشباع او الامتصاص البطيء ده بيخلي الناس او السكر بالذات مظبوط لان هو ما عندوش كميات انسولين داخليه كبيره. فلما الاكل يمتص ببطء تلاقي الانسولين محتاج انسولين بسيط فالسكر بتاعه يتظبط. بالاضافه لمرضى الضغط، الالياف وهي بتنزل بتمتص، بتنزل قصدي على الاخراج، بتمتص قدر كبير جدا من الميه، فبالتالي بتخلص الناس اللي عندهم تراكم من الميه. طيب اللي عنده ضغط واطي وهي بتسحب ميه، اللي عنده لا مش هيأثر خالص، بالعكس الامور هتبقى لطيفه جدا بالنسبه له. كان اللي عنده ضغط واطي لازم طبعا يستبعد ايه مشكله الضغط الواطي، واذا كان بياخد نقط او بياخد اي حاجه بتساعد، لكن هو مش هيقلل له الضغط، وهيسحب الميه اللي ممكن تكون زايده على حاجه الجسم، لكن غير كده لا. فبالنسب كل الناس بقى، كل الناس اللي عندها، انت عندك مشكله حتى مع الشباب اللي عاوز ينزل 4 كيلو 5 كيلو مش قادر ينزل لان من ان هو طول اليوم بياكل حاجات بسيطه بتاع، فيقدر طول الوقت قبل ما بيخرج من البيت بياخدها، فطول الوقت بيبقى الامور. كم مره في اليوم يا دكتور؟ يعني ممكن اخدها قد ايه؟ هي الحقيقه هي مره واحده في اليوم كافيه، لان هي بتقعد من 10 ل 15 ساعه عامله في المعده، ما عندكيش حاله من الجوع، فبالتالي مفيش مشكله. لا في ناس احيانا بنلجا شويه لان احنا نديها لهم مرتين، الناس اللي بيكون عندهم نهم جامد جدا الاكل بقى، عندهم مرضى السمنه المفرطه اللي بيكون عندهم اوزان زياده وبتلاقيه من الصبح وهو مسكين. يعني انت عارفه احنا برضو عشنا فتره بنلوم على الناس، هو خلاص هو حصل مشكله ما فالمعده كبرت. انا حكيت لك ان انت بتشبعي عن طريق ان المعده بتتملي، فالمعده بتوصل رساله شبع المخ. طب لو معده كبيره قوي هتحتاج كميات كبيره قوي من الاكل طبعا عشان يشعر بالاشباع، فما بنلومش عليه، فانت لازم تقدمي له الحل عشان يقدر ينزل من وزنه. احنا عندنا مداخلات كده من مش مرضى، الناس عايزين يعملوا رجيم بالظبط او جربوا نفسهم معانا. جربوا كده، فهناخد اول مداخله. اتفضلوا. ايوه يا فندم. الو. ايوه مين معايا؟ انا ليلى محمود صبر. اهلا يا مدام ليلى، اتفضلي حضرتك قولي لنا بقى، انت جربتي الالياف الطبيعيه دي ايه اخبارها؟ شبعتك؟ جدا جدا جميلة. حسيتي قد ايه وفي مده قد ايه يا مدام ليلى؟ حسيت 4 كيلو في اسبوعين. ما شاء الله ما شاء الله، ده حلو قوي، الله اكبر. يعني فيش اي مشاكل صحيه؟ في اي مشكله عندك قابلتك من الالياف اللي استعملتيها؟ لا ما فيش حاجه خالص، زي الفل. وطعمها عشان اجرب طعمها طعمها حلو مش وحش، حلو. طب كويس جميل حلو. استمر يا مدام ليلى. طبعا 4 كيلو في اسبوعين حلو، يعني لو استمرت على كده ممكن تعمل 8 كيلو في الشهر او كده، ده كويس جدا. انا عايز اسالها، هل هي اثرت في شهيتها فعلا؟ اثرت يعني في الشهيه معاك يا مدام ليلى؟ يعني ما بقتش احب اكل كتير فعلا. بس هو ده اللي احنا عاوزين نوصل. يعني انت حسيتي انك انت حتى لو الاكل قدامك رقاق ومحشي وحركات وملوخيه لا برضه وارانب انت جوعتيني انا كده الحاجات دي انا جوعت الحاجات دي لو قدامك بتاكلي منها حبه صغيره ما بتقدريش تاكلي كتير. طب ده جميل قوي، شجعتيني يا مدام ليلى. هي دي الفكره والله، هو دي الفكره. يعني هو الفكره كلها هي ان انت تتحكمي في الشهيه. لو وانس ان انت اتحكمتي في الشهيه وفي اراده الناس، انت هتوصلي للي انت عايزاه. كلنا عايزين نتحكم في الشهيه هي دي. ما هو ده كلنا. ما هو ده ليه الواحد متشجع جدا لفكره الالياف؟ ان انا برجع لحاجه الاصلها. انا في النهايه مش بديك كيميكالز، مش بديك حاجه. انت عارفه احنا عشنا فتره طويله جدا على الكيميكالز. الكيميكالز خطير جدا، محدش خس، خطير جدا. بالعكس انت خدتي ادويه
غير مصرح بيها وهي بتدخل كلها مصر او دول العالم كلها. انا ليا تجربه شخصيه. اه كويس. انا مره خدت دواء وكنتش في مصر حتى، كنت في لندن. كويس. واخدت الدواء ده من دكتور دايت هناك. حلو. انا عايزه اقول لك ان انا كنت بنسى كل حاجه. طبعا. يعني طبعا. انا مش عارفه ايه اللي جرالي. طبعا. طبعا. انا بقيت انسى حتى يعني مثلا حد يكلمني على التليفون نقطه ثانيه واحده انساه. ايوه كان لا بطلته بعد 3 ايام لقيت نفسي وضربات قلب سريعه واكتئاب والكلام ده كله. كان في ماده اسمها سيبوترامين معروفه جدا دي محرمه دوليا دلوقتي. كان في دواء انا مش عايز اقول اسمه لو تفتكري في من فتره طويله كانت الستات كلها حاطاه في شنطتها هنا في مصر، كانوا بينزلوا وزن كبير جدا. ده طبعا الكلام ده كله بتنزل بمجرد ما تبطلي الدواء يزيد الوزن بشكل كبير جدا. طيب في حاله ثانيه مدام جمالات استعملت الالياف برضه. يلا بينا يا مدام جمالات. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ لا مش عايش، ربنا يبارك فيكم يا رب. قولي لي بقى اخبار الالياف ايه؟ لا جميله جميله والله، جميله جدا. حضرتك خسيتي؟ انا خدتهم من 10 ايام 4 كيلو. خسيتي 4 كيلو؟ ما شاء الله، ده انت ملتزمه. يعني وبعدين حضرتك انا عندي سكر وضغط والحمد لله في ال 10 ايام دول قلتيهم 3 مرات الحمد لله مظبوط. يعني لقيتي سكر مظبوط، الضغط مظبوط، ما اثرتش عليكي في اي حاجه؟ عملت شويه مظبوط الحمد لله. ولو قدامك اغراءات الدنيا وطرط وجاتوهات كله برضو عامله كنترول؟ ها لا انا باكل زي ما مكتوب لي كده في الورقه بس يعني ماشي على نظام صح مظبوط. برافو عليكي، ويا رب تخسي تبقي زي القمر اكتر ما انت قمر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هي دي الفكره، الكلمه دي عجبتني قوي. احنا مش بنقدم حاجه عشان ما تاكليش. لازم نعرف ان الحرق من الاكل. يعني لازم ناكل بشكل منتظم 3 وجبات رئيسيين ووجبتين خفاف. ليه؟ عشان جسمك يظل في حاله تمثيل غذائي دايم. الحرمان مدة طويلة من الأكل يساوي هبوط في الحرق. طب في حاجة لما تاكلي مرة واحدة خلاص تخلي. ساعات الشهية ما بتجيش، يعني في ناس تقول لك أنا ما أقدرش أفطر الصبح. لا يمكن مهما قلت لهم أنا ما أقدرش أبلع حاجة. لا يمكن هتخس. وهتتخن. خلاص يعني إذا 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 لم نستجيب للكتالوج الرباني اللي ربنا خلقك عليه وتبقى عارفة إن أنت آلة من صنع الله وهذه الآلة وظيفتها إن هي تاكل وتحرق. هي الآلة دي وظيفتها إيه؟ كشيء مادي. وظيفتها إنها تاكل وتحرق الاكل تمدك بالطاقه فانت تعيشي. لو لم تتعاملي مع الاله دي بكتالوجها خلاص ما انت هتتخني، يبقى الاله دي مش هتشتغل، مش هتحرق بالشكل المطلوب. الاكل بالليل هتخزن طبعا. ما انا بقول لك طول ما احنا قلنا ان 3 وجبات رئيسيين وجبات خفاف لو انت حرمتي نفسك منهم واكلتي بالليل مره واحده تتخني الاكل، الاله دي مش هتحرق الاكل. فهنا دي الفكره، استخدام الالياف هيساعدك الى حد كبير جدا ان انت تقللي كميات الاكل. انت شفتي مدام جمالات قالت لك الضغط والسكر، هي ليه حست بكده؟ ليه حست بشعور بعد استخدام الالياف بانها الامور اتظبطت؟ ظبطت عندها. زي ما قلت لك، اول هام انها نزلت 4 كيلو، الخلايا الدهنيه اللي موجوده في جسم الانسان بتزود السكر، هم العلم الحديث لقى ان الخلايا الدهنيه دي مش خلايا خامله، دي خلايا طول الوقت تبث عوامل التهاب ومشاكل بتعادي الانسولين وعلى القلب وعلى كله وعلى القلب فما السكر يبوظ، فال 4 كيلو ليهم مساهمه في ان السكر يقل. الحاجه الثانيه كدايركت افكت او تاثير مباشر من الالياف، الالياف نفسها مرور الاكل زي ما قلت لك ببطء، الامتصاص ببطء، فالسكر هيكون اظبط بكتير او متظبط اكتر بكتير. هي دي فكره الالياف. طبعا في ناس كتير بقى عندك كمان الستات اللي عملت شفط دهون، الستات اللي عملت تنسيق قوام، اللي عملوا تكميم معده، الناس دي كلها لو عايزه تحافظ على وزنها وعايزه تحافظ على القوام بتاعها ما انت ما تعمليش شفط دهون، نعمل لك شفط دهون ننسق قوامك ومره هتروحي تاكلي. لا طبعا، ما هو ده هتبقى مشكله. طب ثانيه بقى، هيعيش عليها مدى الحياه ولا هو لو نزل الفتره اللي نزل فيها ايه التعامل مع الالياف ده بعد؟ سؤال جميل جدا جدا جدا. دلوقتي انا انت متعوده انك تاكلي الصبح رغيف عيش والظهر تاكلي طبق رز، لو قعدتي 3 شهور اقلمتي نفسك على كميات الاكل القليله انت خلاص نفسيا خلاص، الناس بعد 3 شهور من النظام الغذائي خلاص احتياجات جسمها بتتاقلم مع الكميات القليله دي. فانت تقدر، اللي يقدر يستخدم الالياف يوصل للوزن بتاعه اللي هو عايزه، ويوصل الاهم من الوزن ان هو سيكولوجيا ونفسيا يتاقلم على كميات الاكل القليله دي، خلاص هيتعود خلاص عليها. نفسيا الاكل نفسي، يعني الاكل فيه جزء كبير جدا جدا طبعًا. نفسي ما دام اتعود على اكل معدته خلاص انتهينا 3-4 شهور ويقدر خلاص لو انت عايز تكمل كمل ما فيهاش مشكله.
انا متشكره جدا يا دكتور، ونورتنا وخدنا منك معلومات جميله، وانا هجرب الالياف كده. ربنا يسهل. لازم هنجبرك على كده. 5 7 8 9 10 كيلو. لا مش محتاجه ده، مش محتاجه ده ان شاء الله. ميرسي. ربنا يخليك. ميرسي جدا. وهنطلع فاصل ونرجع تاني. الهدف المؤتمر زيادة التوعية بمرض السكر. مرض السكر ده داء عالمي بيصيب أكثر من 170 مليون مواطن في العالم. وابتدت دلوقتي ينظر لأمراض السكر على أنها أحد أمراض الأوعية الدموية، نظرا لكثرة المشاكل اللي بتحصل مع مرض السكر في الأوعية الدموية سواء في القلب أو في المخ. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكر اللي هو بيوافق يوم 14 نوفمبر من كل سنة، بعد كده بقى شهر نوفمبر كله بيمثل ذكرى للاحتفال بمرض السكر على مستوى العالم. ففي إطار فعاليات وآليات احتفال باليوم العالمي للسكر، النهارده بنبتدي أول فعالية في الاحتفالية دي بحضور لفيف من الأطباء المصريين، 400 طبيب مصري، وبيحضرنا النهارده البروفيسور العالمي بيتر كيمبلر.